أوضاع اللاجئين الأوكرانيين على الحدود البولندية جزء مهم في الرادار، نتابعه بشكل يومي. معنا من هناك مفدتنا ميثا صباح. ميثا، الأوضاع على الحدود كيف هي اليوم؟ فصول هذا الانتقال الأوكراني والعودة أيضا لبعض الأهالي لتفقد بيوتهم داخل أوكرانيا. نعم فضيلة، عدد اللاجئين الأوكرانيين اليوم في بولندا الذين عبروا الحدود البولندية الأوكرانية قد بلغ 4 مليون لاجئ أوكراني. الكثير من هؤلاء اللاجئين يتوجهون إلى المدن بسبب وجود مراكز للدعم النقدي التي يوفرها مكتب الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وأيضا هذه المراكز يعني تقوم بتقديم هذا الدعم لمدة 3 أشهر على أن يتم دمج هؤلاء اللاجئين فيما بعد في برامج الحماية الاجتماعية. هناك أيضا مراكز التسجيل في المدن الكبيرة، لكن فضيلة الكثير من هؤلاء اللاجئين يفضلون يعني خيار البقاء هنا في المناطق الحدودية بسبب قرب هذه المناطق من ديارهم. البعض يعود يعني بين الفينة والأخرى لتفقد ممتلكاته منازلهم وأيضا لزيارة أفراد من عائلتهم. التقينا يعني إحدى الأسر اليوم صباحا تحدثت بأن يعني الأب والأم ذهبوا تفقد الأحوال في الدولة المضيفة وهي كانت دولة ألمانيا، ثم قالوا بأنهم سيعودون مرة أخرى لإحضار أبنائهم. فضيلة اليوم يعني الوضع في محطة بشيمش صعب جدا، عديد من هذه العائلات يعني قد تكون عائلات فقيرة بحاجة إلى دعم مادي، البعض منهم هنا حتى النساء يعني من دون أي أحذية وهم ينتظرون هنا منذ الصباح. بعض تحدثنا إلى بعض المتطوعين هنا قالوا بأن العديد منهم كانوا قد عادوا أو انتهت مهامهم فهم عادوا إلى حياتهم الطبيعية، مما يطرح سؤالا يعني ما الذي سيحدث إلى يعني هؤلاء اللاجئين الذين هم الآن متواجدون. فضيلة الكثير من النساء الأوكرانيات يأتين هنا إلى مدينة بشيمش لربما أحضار بعض المواد الغذائية أو شراء حاجياتهم الأساسية بسبب غلاء الأسعار هناك في أوكرانيا. بحسب رقم الهوية أو الحكومة البولندية أعلنوا بأن عدد من سجل في الهوية البولندية هو 1.2 مليون لاجئ أوكراني، 500 ألف منهم هم من النساء، ولكن معظم هؤلاء النساء يعني يحصلن على وظائف قد تكون منخفضة المهارات، فبالتالي زيادة هذه الوظائف ممكن أن ينعكس سلبا على أيضا الوضع في بولندا، حيث أن قد يؤدي إلى انخفاض الأجور بسبب ازدحام سوق العمل منخفض المهارات. نعم فضيلة، أشكرك ميثا صباح من الحدود البولندية الأوكرانية.